كيف تعمل صداقة بسرعة بالنادي؟ روح عند حدا قول له لو سمحت، يعني مثلا إذا أنت مش كتير كومفتبل إنك تحكي مع الناس، بتحس حالك من نوع الانتروفيرت الانطوائي، ما بتحب تحكي مع الناس، بس حابب شوي لسه تعمل صداقات مع الناس، شوي شوي أنت الناس لما يصيروا فاميليار كلهم، الوجوه نفسها اللي بتروح بنفس الوقت راح تصيروا تحكوا مع بعض. بس يعني إذا حابب مثلا تحكي مع حدا جديد، تتعرف على حدا، بإمكانك وأنت عمالك ترفع وزن تقول له معلش لو سمحت تساعدني، بس ممكن يساعدك في الموضوع. أو إذا شفت حدا عماله بتمرن تمرين وعجبك هذا التمرين، أنت أول مرة بتشوفه، اسأله. دائما أنا كتير بحب الناس اللي بتيجي بتسألني بالجيم إنه هذا التمرين لإيش وكيف نعمل بالطريقة الصح، لأنه هيك هو ما بقعد يعابط ويشتغل لحاله ويعمل إشي غلط. فكتير عادي إنك تروح تسأل حدا، إذا شايف حدا هيك شوية وجهه فريندلي، روح اسأله هذا التمرين لإيش وكيف نعمل بالطريقة الصح، بيورجيك، وبالعكس ممكن تصيروا أصحاب بعد.